مرحبا بنات، اليوم جبنا لكم سكين كير لاين اسمه جيجون. جيجون هو من افضل المستشفيات الكوريه لعمليات التجميل، ومنه الاطباء واخصائيين البشره اخترعوا لكم سكين كير لاين لنتائج فوريه. جيجون اليوم رح يقدم لكم مجموعتين، اول مجموعه اللي هي ريل واتر برايتنينج بلاك لاين، ثاني مجموعه اللي هي انتي داست وايتنينج اند ثيرابي. اول مجموعه رح نحكي عنها هي ريل واتر برايتنينج بلاك لاين، اللي هي بتتكون من 3 برودكتس. اول برودكت اللي هو راديانت ديب كلينزر اللي هو الغسول، ثاني منتج هو ريل واتر برايتنينج بلاك كريم، وثالث منتج هو ريل واتر برايتنينج بلاك سليبينج باك، واكيد بيجي معهم البلاك ماسك. البلاك ماسك بيتضمن 3 خطوات، اول خطوه اللي هي ريل واتر كلينزينج فوم، ثاني خطوه هي الفيتال سنو اسنس، وثالث خطوة هي Real Water Brightening Black Mask. تاني مجموعة رح نحكي عنها هي Anti Dust Whitening and Therapy اللي بتتكون من 5 products و 2 masks. أول product هو Anti Dust Fresh Foam Cleanser اللي هو الغسول، تاني منتج هو Anti Dust Intensive Cream اللي هو المرطب المكثف، تالت product هو Anti Dust Aqua Sunblock اللي هو كريم حماية من الشمس، رابع وخامس منتج اللي هن كريمين للعين، هيدا اللاين كمان بيتضمن الانتي داست ماسك، اول واحد هو الثيرابي ماسك وثاني واحد الوايتنينج ماسك. جيجون كمان بيوفر لكم مجموعه ماسكات متنوعه بتناسب جميع انواع البشره، وبتقدم لكم الترطيب العميق والتفتيح. والماسك الفريد من نوعه اللي هو الاول ان وان مالتي كلينزينج ماسك، هيدا الماسك بيساعدكم على ازاله المكياج وتنظيف البشره، قطنه ازاله مكياج العيون والشفايف. تاني ستيب اللي هو البابل كلينزينج ماسك، هيك منكون تعرفنا على مجموعة جيجون، إن شاء الله بتكونوا استفدتوا وبتمنى تجربوا.